بداية أخبارنا هتكون من افتتاح رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصطفى مدبولي للمرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض. الجراج ده بيعتبر أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط. بعض المعلومات كده عن الجراج ده إنه بيتكون من 4 طوابق تحت الأرض بعمق 16 متر. بيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية 10,000 متر مربع ومساحة البنى 40,000 متر مربع. السعة التخزينية 1700 سيارة. تم الانتهاء من المرحلة الأولى زي ما بقول لحضراتكم وتم افتتاحها النهاردة. المرحلة الأولى دي مساحتها 5300 متر مربع ومساحة البنى فيها 21,000 متر مربع والساعة التخزينية 900 سيارة. من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية في نهاية 2020. كمان لما نتكلم على تأمين الجراج وأسلوب تشغيله، عملية التأمين بتتم وفقا لأحدث النظم الإلكترونية المتبعة في العالم. تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة في كل الأدوار وعلى بوابات الدخول والخروج واللي بتسجل كل التحركات في كل الاتجاهات. أما أعمال الصيانة الدورية دي بتتم من خلال كوادر مدربة على أعلى مستوى. الجراج تم تزويده ب6 روبوت علشان ينقلوا العربيات للباكيات المخصصة داخل الجراج. زمن تخزين السيارة واستدعائها من 3 دقائق ل6 دقائق. ده بيتم كمان من خلال 6 مخارج، في 3 للخروج و3 مخارج للدخول، في 6 أسانسيرات لنقل الحركة الرئيسية ما بين الطوابق. رئيس الوزراء طبعا أشاد بالمشروع الحيوي ده وقال إنه بيعتبر نقلة نوعية وحضرية في عالم الجراجات الذكية، وده بيعتبر الأول من نوعه مش بس في مصر لكن في منطقة الشرق الأوسط كلها. ونقدر نقول إنه يضاف هذا المشروع للمشروعات القومية اللي تم تنفيذها خلال الفترة اللي فاتت. الجراج ده هيساهم بشكل كبير في إنه يحل المشكلة المرورية بشكل فعال في المنطقة دي. بيستهدف كمان إنه يتم تفعيل منظومة النقل الجماعي، لأن الجراج ده موجود في منطقة قريبة قوي من محطات المترو ومحطات الأوتوبيس. كمان موقع جراج روكسي متميز بشكل كبير لأنه بيتوسط عدد من المواقع التجارية والإدارية والأسرية والثقافية والترفيهية وكمان المراكز الطبية الموجودة في المنطقة دي. زي ما بقول لحضراتكم في عدد من التفاصيل المهمة اللي يعني تدينا دلالة عن أهمية وحيوية هذا المشروع. المرحلة الأولى تم افتتاحها النهاردة، في 3 مراحل هيخلصوا على 2020 بإذن الله. العائد احنا مش بنتكلم طبعا على حل مشكلة المرور في المنطقة دي، وده بتأكيد يعني بيوفر جهد وطاقة ووقت وكتير من الأشياء يعني اللي كنا محتاجين نتعامل معاها. الجراجات احنا كان عندنا فيها مشكلة رهيبة الحقيقة في القاهرة، لأنه يعني كان في مناطق بتبقى يعني مثلا أماكن عمارات أو ما إلى آخره وبتتاح أن الناس تركن فيها بشكل عشوائي، لكن أن جراج يبقى موجود تحت سطح الأرض بساعة تخزينية بالرقم الكبير اللي احنا بنتكلم فيه. احنا في مرحلة أولى 9,000 سيارة، لكن بعد كده باستكمال ال3 مراحل طبعا الرقم ده هيتضاعف 3 مرات. على كل الأحوال معانا تقرير نتابع من خلال تفاصيل أكتر عن جراج روكسي الجراج الذكي الأول في مصر والشرق الأوسط. في حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم افتتاح جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض كأول جراج ذكي في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في عالم الجراجات الذكية في مصر والشرق الأوسط. تم افتتاح اليوم المرحلة الأولى، المرحلتين 1700 سيارة. المرحلة الأولى النهاردة اللي فتحناها 900 سيارة ب4 طوابق تحت الأرض. طبعا الجراج يعني ذكي إلكتروني دون تدخل أي عنصر بشري. نتكلم على 1700 مكان تحت الأرض، 4 أدوار إدارة إلكترونية. بنتكلم على مشروع في شراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة بنظام البي او تي، انفاق من قبل القطاع الخاص، عودة الى ملكية الحكومة بعد 25 سنة. هذا الجراج تعد القدرة الاستيعابية له اعلى بحوالي 50% من الجراجات العادية لعدم وجود مطالع ومنازل وممرات حركة، بالاضافة الى ارتفاع معدل الامان لعدم وجود العنصر البشري اثناء التخزين. الجراج
معمول على مرحلتين. المرحلة الأولى 5300 متر أرض بإجمالي مساحة بنائية 21000 متر بتكلفة 250 مليون جنيه، تم الانتهاء منه في 30 شهر. النهاردة ده حاجة جديدة، تكنولوجي جديدة، جراشات سمارت، لا فيها مطالع ولا فيها منازل ولا فيها ممرات حركة داخل الجراش، فبالتالي القدرة الاستيعابية بتاعتها بتبقى أكتر حوالي 50%. يهدف هذا المشروع إلى حل المشكلة المرورية بمنع الانتظار الخاطئ من خلال توفير البديل، بالإضافة إلى تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس. أحمد عبد الستار، الحياة اليوم.